كده كده يا زمالك الدوري في الجزيره ديت كانت اتفاقات جماهير الاهلي النهارده اول لما انتهى لقائهم قدام بتروجيت. طبعا خليني اكلمكم على كواليس اللقاء النهارده. في البدايه كل جمهور الاهلي اللي كان متواجد في المدرجات استقبل خالد بيبو باهتفات قويه جدا. اول لما دخل خالد بيبو راح لهم ويعني وقف كده اتصور معاهم وهتف معاهم وطلع وقف معاهم وهتف معاهم. النهارده برده اسامه حسني كان متواجد في المدرجات، لكن بقى امح الدوري المشهور كده بوكيل اللاعبين هو اللي كان متواجد النهارده. واول لما خالد بيبو شافه وراح وسلم عليه كده وخده بالاحضان النهارده. طبعا احمد فتحي برده هو اللي كان حريص جدا اللي هو يمازح حماده طلبه كده لاعب بتروجيت ولاعب الزمالك السابق قبل انت بدايه اللقاء. كانت الاجواء حلوه جدا ما بين اللعيبه وما بين الفرقتين. طبعا لو كلمتكم طبعا النهارده كانت متواجده بقى الطفله الصغيره كده بنت ابراهيم صلاح لاعب الزمالك اللي كانت متواجده مع هنا احدى مشجعات كده الزمالك اللي كانت بتقول اللي هي دايما بتحاول تخليها تحضر معاها ماتشات الاهلي وتحب الاهلي اكتر من الزمالك. لو كلمتكم طبعا على اللقاء النهارده الدنيا كانت سخنه جدا في بدايه اللقاء لان الاهلي اللي خطف الماتش بدري بدري كده. اول لما جه الجون في الدقيقه العاشره كان في حاله من السعاده قويه جدا على كل جمهور الاهلي اللي متواجد في المدرجات، لكن امح بقى الدوري النهارده هو اللي كان ليه طريقه خاصه كده بالاحتفال بالجون. قام ورقص وكان باين عليه السعاده القويه جدا وفضل يسقف كده وكان باين اللي هو فرحان جدا بالجون. اول لما جه بقى طبعا الجون الثاني السعاده ظهرت جدا على كل اعضاء مجلس اداره الاهلي اللي كانوا متواجدين في المدرجات النهارده. كابتن عمرو فاروق قام وسقف كده وكان باين عليه السعاده القويه جدا هو وكل جمهور الاهلي ودكه الاهلي اللي كانت متواجده. لكن النهارده بقى الكابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي دخل في شده قويه جدا مع حكم اللقاء. اول لما احتسب انذار على كريم ندفد اللي هيمنعه من المشاركه قدام الزمالك في الماتش الجاي طبعا اللقاء اللي بينتظره كل عشاق الكره المصريه. كريم كده مش هيلعب خلاص بسبب الانذار الثالث اللي هو اخده. كان في انفعال قوي جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ، لكن النهارده بقى حمدي فتحي لاعب الاهلي كده اول لما اتصاب في الماتش النهارده كان باين عليه الحزن القوي جدا وهو خارج عيط وعربيه كده وكان باين اللي هو حزين جدا. لكنه كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن محمد يوسف كل دكه الاهلي راحت له وبدات تحاول اللي هم يهدوه. اللقطه الحلوه جدا بقى اول لما انتهى الشوط الاول عدد كده من لاعبي بتروجيت كانوا حريصين اللي هم يروحوا لحمدي ويتكلموا معاه ويطمنوا عليه. يعني النهارده الدنيا بقى كانت احتفالات قويه جدا في كل مدرجات بتروسبورت في الشوط الثاني. امح من اول لحظه قاعد كده وعمال يقول يا رب جون كمان يا رب، وباين عليه اللي هو يعني مشدود مع الماتش. اول لما جه الجون الثالث بدات بقى الاجواء تتغير خالص، بدا جمهور الاهلي يهتف للاعيبته ويهتف ويسخر من الزمالك وبدا بقى يهتفوا كده هتفوا من المعهود كده كده يا زمالك الدوري في الجزيره. كانت حاله من السعاده قويه جدا على كل جمهور الاهلي اللي كبرت اكتر بقى اول لما جه الجون الرابع. حاله من السعاده القويه اللي عمت كل المدرجات كانت يعني سعاده على كل الناس اللي موجوده. دكه الاهلي بقى النهارده احتفلت بشكل قوي جدا، يعني جمهور الاهلي بدا بقى يهتف كده انا لما بحب اتسلى بحب ما بحبش ازقز لب. بداوا يسخروا من الزمالك اكتر من مره، حاولوا كده اللي هم يعني يهاجموا حماده طلبه، لكن في عدد من الجمهور اللي كانوا موجودين بداوا يطالبوهم بالسكوت. اول لما انتهى اللقاء كل الجمهور بقى الاهلاوي النهارده هتف للاعيبته بشكل قوي طلبوهم اللي هم روحوا لهم سقفوا لهم وقفوا واحتفلوا وبداوا يغنوا كده مع احد المشجعين اللي فتح السيلفي وبداوا يغنوا ويحتفلوا مع بعض. باين السعاده على كل جمهور الاهلي النهارده اللي بيحتفل بفوز فريقه بنتيجه كبيره على بتروجيت النهارده بنتيجه 4-0. مليون مبروك لجمهور الاهلي ولاعيبته وهارد لك لنادي بتروجيت.